الفراخ المقرمشه نقول المقادير بتاعتها. عندي فرخه متقطعه 8 قطع، كوبايه لبن رايب، معلقه صغيره من السكر، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره زعتر، ومعلقه صغيره بابريكا، وملح وفلفل. طيب ده للتتبيل بتاع الفرخه. التغطيه بقى هنغطي بايه؟ كوبايه دقيق، كوبايه نشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ونفس التوابل اللي هي معلقه صغيره بصل باودر، ومعلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره من الزعتر، ومعلقه صغيره من البابريكا. تمام. اول حاجه هنعملها ايه؟ هجيب سكينه كده ويكون بوزها حامي شويه. تمام. الفراخ بتاعتنا طبعا غسلينها ومنضفينها ومخلينها زي الفل، ونقعينها في ميه وخل، ممكن كمان عصير ليمون وملح 10 دقايق، ومصفينها كويس قوي. اول حاجه عندي طريقتين، يا اما هتجيبي سكينه بالشكل ده وتعملي فتحات كده في الفراخ، تمام، بالشكل ده. الفتحات دي هتعمل ايه؟ هتساعد ان تتبيله تدخل جوه الفراخ نفسها وجوه اللحم من جوه عند العظم، وده هيسهل التسويه وكمان هيدي طعم حلو. البس بس الجلافز الاول عشان نشتغل براحتنا. تمام. هنقي الفراخ كده مصحصحه وحلوه، ونجيبها تكون وزن حوالي كيلو ونص، مش اكتر من كده، ممكن اقل لكن مش اكتر. تمام. وبعدين هنقطعها 8 قطع ونغسلها كويس زي ما اتفقنا. وعندي زي ما قلت حلين، يا اما بالسكينه، شايفين كده، ببوز السكينه واعمل فتحات، تمام، دي هتساعدني ان التتبيله تدخل جوه العظم. يا اما في طريقه تانية ولطيفه برضو، معلقه كاتشب ومعاها خل، هقلبهم كويس. بالشكل ده. ممكن احط كمان بابريكا. واخد بسرنجة، دي متخصصة او مخصصة للاكل، ممكن كمان لو مش متوفرة تجي بيها من الصيدلية، اكبر مقاس عند الصيدلي تطلبيه. وهنبتدي ناخد من التتبيلة دي، ممكن كمان تضيفي في التتبيلة دي شطة لو بتحبي الحاجة سبايسي. تمام. هي ما تسحبش ليه؟ بسم الله. ايوه، تمام، سحبت معانا اهو. هبتدي اخدها وادخلها لجوه كده في اللحم، وابتدي ادخل التتبيله. تمام. الموضوع ده هيخلي طعم اللحمه حلو جدا، والتتبيله واصله لها لجوه. طريقه سهله خالص، مفيش اي مشكله، ولو مفيش الابره او الحقنه دي هنعمل بالسكينه زي ما اتفقنا. طيب عندي هنا التتبيله بقى، ده لبن رايب. لو مفيش لبن رايب ممكن نحط ايه؟ ممكن نحط زبادي ونخففه باللبن. تمام. هضيف هنا ايه؟ كل التوابل الموجوده عندنا، البيكنج باودر والبابريكا والبصل الباودر والثوم الباودر والزعتر، وكمان السكر، وده مهم جدا، بيساعد على التسويه وبيدي طعم حلو قوي. وهحط فلفل وملح، وهقلب كويس جدا. اهي التتبيله بالشكل ده، حلوه ولونها حلو قوي. واخد قطع الفراخ بتاعتي وانزلها في التتبيله دي، وزي ما اتفقنا التتبيله ممكن نسيب الفراخ من غير ما نحقنها، وننزل الفراخ بعد ما عملناها بالسكينه وفتحنا فيها فتحات علشان تدخل فيها التتبيله وتديني طعم حلو. ومعانا ملك. اهلا ملك. ازيك يا شيف؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك يا ملك؟ كويس الحمد لله يا حبيبتي. ايه رايك؟ جميله قوي. الفراخ المقرمشه اهي مطلب جماهيري، وهنعمله النهارده ان شاء الله تعملوها وتعجبكم جدا. اتفضلي يا ملك. انا امبارح وريت لي السندوتشات بتاعت المدرسه. الله، ايه رايك؟ كان جميله. الف هنا الف هنا يا حبيبه قلبي، خليها تعملها كمان ايام الدراسه وتاخدوها، تبقى حلوه قوي. ماشي يا ملك. تسلم ايديك يا شيخ. تسلمي يا روح قلبي، منوراني يا حبيبتي، ميرسي لاتصالك يا قلبي.
ميرسي لاتصالك. تمام خلاص الفراخ غطست في التتبيلة، هعمل ايه المفروض انا في البيت؟ هسيبها مش اقل من 4 ساعات، ده لو ما عنديش وقت. اما لو عندي وقت واقدر اعملها من قبلها بيوم وتبات ليلة في التلاجة هتبقى تحفة جدا. طيب دي كانت اول خطوة اللي هي التتبيل، هعمل ايه بعد كده؟ خلاص اتبلت وقعدت على الاقل 4 ساعات، هاخدها واروح على النار. انا حاطه هنا مية بتغلي ومعانا مدام نرمين، وحاطه مصفى، شايفين دي مصفى، حطها على مية بتغلي وهبتدي احط قطع الفراخ. ايوه اهلا، مساء الخير. مساء الفل، ازيك يا مدام نرمين؟ زي حضرتك. اهلا حبيبتي. اولا شكرا على مجهوداتك الراقيه الجميله دي. ميرسي يا حبيبتي. وبعدين نفسي اسال سؤال، انا عندي عرق لحمه. ايوه. وعايزه اعمله ازاي وايهما افضل؟ اعمله في الفرن ولا اعمله على النار؟ طيب قولي لي بس العرق. لا قبل ما تقفلي، العرق ده اتفضلي. تريبيانكو فيليتو نوعه ايه؟ لا تريبيانكو. خلاص اوكي هقول لك حالا تعملي ازاي. نورتيني يا قلب، نورتيني، تسلمي لي يا روحي. زي ما اتفقنا حاطين الميه اللي بتغلي، وهاخد قطع الفراخ كده واصفيها كويس قوي من التتبيله. طبعا بعد ما اتبلت وقعدت فتره كبيره في التتبيله ده المفروض، واحطها في المصفى واسيبها على البخار نص ساعه. تمام. الخطوه دي مهمه في حاجه، في ناس كتير تشتكي انا عملت الفراخ المقرمشه بس بعد ما عملتها لقيتها مدممه من جوه لانها اتحمرت على طول، فما بتاخدش كفايتها في التسويه. وفي ناس بتسلقها فبتقول لي بسلقها بيطلع طعمها مش زي اللي بناكلها بره. فافضل طريقه انك انت تعمليها على البخار، هتاخدي النتيجتين، هتاخدي الطعم اللي انت بتاكليه بره وفي نفس الوقت تسويه 100%. تمام. الخلطه اللي احنا عاملينها دي مش هنرميها، هنعمل فيها ايه؟ هضيف لها نص كوباية نشا ونص كوباية دقيق وأقلبها كويس، وده هيبقى غطا هنستخدمه في تغطية الفراخ. تمام. تمام. لو حسيتي ان هي تقيلة كده هتزودي بس شوية مية صغيرين. ماشي. عايزين الخليط يبقى زي البانكيك، وهينزل لكم دلوقتي على الشاشة معلومات عن الفراخ، اقروها وشوفوها تعجبكم جدا. عملنا الخلطه اهي اللي هننزل فيها الفراخ، شايفين ده القوام اللي احنا محتاجينه، بصوا يعني زي قوام البانكيك. تمام. وهنا هنعمل التغطيه اللي هي الاخرانيه خالص، بتبقى عباره عن كوبايه دقيق وكوبايه نشا، واتكلمنا كتير عن فوائد النشا في التحمير خصوصا في البنيهات، بيساعد على لون حلو جدا، وكمان بيخلي السوى يتأجل شوية، ما بيتلهفش في النار وما بياخدش لون غامق، فبياخد لون بهداوة خالص، فتاخدي فراخ مستوية ولونها كمان حلو جدا. وهنضيف كل البهارات اللي عندنا، وادي زعتر وبيكنج باودر، وده هيخلي الطبق معاكي الأخرانية مقرمشة. وعندنا شوية بابريكا، وما نكترش علشان هي في الآخر ممكن تدي لون غامق شوية. وهاخد شوية ملح عشان يبقى التغطية ليها طعم، وحبة فلفل صغيرين خالص، وابتدي اوزع الحاجات دي كلها مع بعض او اخلطهم كويس ببعض. يبقى كده عملنا ايه في الفراخ؟ اول حاجه قطعناها على 8 قطع، تبلناها يا اما عملنا لها فتحات بالسكينه او حقناها بخلطه من الكاتشب والخل، وطبعا شويه ملح صغيرين،
وبعد كده نزلناها في خليط من اللبن الرايب ومعاه توابل بصل بودر، توم بودر، بابريكا، زعتر، ملح وفلفل وسكر وكمان بيكنج بودر، تمام. وسبناها تتبل المفروض ليلة أو على الأقل 4 ساعات. بعد كده حطيناها في مصفى وتحتيها مية بتغلي علشان تاخد يعني نقول إيه نص التسوية على البخار، تمام. وبعد ما هتستوي على البخار جهزنا لها هنا الخلطة اللي هي عبارة عن اللبن الرايب اللي احنا بالتوابل اللي احنا كنا عاملينه ونقعين فيه الفراخ، هزوده بس شوية نص كوباية نشا ونص كوباية دقيق وهنقلبه كويس، ولو حسينا ان القوام تقيل هزود شوية مية، لو حسينا القوام خفيف هتحطي معلقة دقيق مفيش مشكلة. ودي التغطية الأخرانية خالص اللي هنغطي بيها الفراخ، تمام. طيب نشوف كده الفراخ أخبارها ايه. شايفين الفراخ معانا اهو، بصوا البخار طالع عليها نص ساعة بالظبط وتكون دخلت في السوا وناخدها عشان نحمرها. وبص على الفراخ بتاعتي كده تمام وزي الفل، هناخدها على بولة كده واشيل المصفى عشان نشوف هنكملها ازاي. تمام، هي كده تعتبر نص سوا، تمام. وزي ما اتفقنا بنعمل ايه، بناخد من هنا ننزل في الخلطة كويس جدا، خليها تبقى مغرقاها خالص بالشكل ده، واخدها في التتبيلة او في الكفر الخارجي اللي هو دقيق ونشا وكمان عليه شوية بهارات وملح، وابتدي اخبط قطعة الفرخة كده. انا عايزة الشكل عشوائي، ما بططهاش زي ما بنعمل في البنيهات، لا ده كده بننفط كده، الموضوع ده بيدي شكل عشوائي زي اللي بناكله بره، تمام. هبص بصة كده، على فكرة الحاجات اللي بتنزل دي بتفركيها بالشكل ده وتخليها برضو بتدي تأثير حلو قوي. شايفين ده مطرح ما الصوص ده بينزل، الخلطة دي بتنزل على الدقيق فبتعمل شوية كلاكيع، افركيها بإيديكي بتدي تأثير حلو جدا. والزيت عندي على النار لازم يكون سخن، اتفقنا في أي نوع بانيه لازم الزيت يكون سخن، لأنه لو مش سخن هيخلي الغلاف الخارجي يقب ويقع وبنتعرض بقى لمواقف مش لطيفة خالص، تمام. هجرب كده اشوفه سخن ولا لا. بسم الله، تمام زي الفل. كده زي ما اتفقنا برضو ان الزيت بيكون غزير علشان القطعة تنزل تغطس فكلها تبقى واخدة لون واحد. انا هكتفي بدول عشان نعرف نقلبهم ونظبطهم كده هم على النار، ونكمل دول بعد ما دول يخرجوا. طيب انا حطيت في الزيت وهو سخن جدا والنار عالية، بعد ما بحطهم بخلي بقى النار متوسطة، مش هادية ومش عالية قوي، نار متوسطة علشان الفراخ تكمل سواها معايا، تمام بالشكل ده. نغطي كمان شوية، ونسيبها بقى تستوي براحتها. وبصي